تحذيرات من وزارة الداخلية من حزب البعث يتضمن إرسال قياداته لحث مؤيديهم للقيام بتظاهرات في البصرة وذي قار، شعارها عدم انتخاب الفاسدين واستهداف مقرات، كما تحدث عن ذلك استهداف مقرات لجهات ربما تكون مشاركة في الانتخابات. الآن سنعرض عليكم هذه الوثيقة، وثيقة أمنية من ديوان المحافظة تؤكد هذه الوظيفة أو الوثيقة تؤكد أن التظاهرات تستمر لغاية عقد الانتخابات كما جاء في متن هذه الوثيقة، وسط ردود فعل سياسية حيال ذلك. بعضها نفى ما أوردته الوثيقة، وآخرون أكدوا أن ما جاء فيها صحيح، وهناك من قال إن الحزب انتهى وطويت صفحته، وهناك من سمى الأمر من المحتجين محاولة للتغطية على فساد الطبقة السياسية التي تتحكم بمقاليد الأمور منذ احتلال العراق عام 2003.